السلام عليكم. هذا الفيديو راح يختص بديناميك أونلاين للمقذوفات، طبعا أغلبها موجود بالدوسية، يعني واللي مش موجود بالدوسية طبعا مقذوفات كلها نفس الأفكار دلتا إكس ودلتا واي، فإحنا راح نطبخ المعادلات نشوف شو المختلف الحل. وهذا ثم سنوات أونلاين، يعني السؤال طلب يو طلب ثيتا طلب أي شيء، فيش ثيتا وان ثيتا زيرو. هذا السؤال احكي لي، في عندي لما ضرب كرة زي هيك وصل له لي جزء من المهم هورزنتال فيلوسيتي، يعني قيمة يو لحتى يوصل لعند بي. طيب أنا بدي قيمة يو، طيب بعد أنا عندي معادلتين دلتا إكس تساوي في نوت إكس في تي، صح؟ في نوت إكس في تي زائد نص أي تي تربيع، نص أي تي تربيع تساوي زيرو لأن صار على إكس زيرو. دلتا إكس كم؟ 40. في نوت إكس بده إياها والتي مش معي، معناها هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية دلتا واي، دلتا واي y final، طب بدي افرض الاوريجن هون، y final كم؟ مسافة هاي، هاي المسافة كم؟ 26 ناقص 16 لتحت، ليش لتحت؟ لأنه سالب، يعني سالب 26 ناقص 16. طب افرض الاوريجن أرض، أحكي ال y final هي 16، هي ال y final 16 وال y initial 26، فبتطلع عندي 26 نفس الشيء، بتطلع نفس الشيء 16 ناقص 26. ما بتختلف أي شيء أبداً. not y t not y في t zero، ليش zero؟ لأنه سرعة أفقية ناقص نص g 9.81 t تربيع، ما بتطلع قيمة t لها، بقسم ال 40 على t بيطلع معي v not x، معي v not x. هل هيك الحل كان؟ لا. جاء الكتاب بيقول لي y بتساوي سالب g، تمام، y ناقص نص g 100% لأن السرعة أفقية، التي هي جذر الاثنين واي على جي، ما تسمعي هيك 26 ناقص 16 100%. ما أنا شو كنت كاتب؟ سالب من هون سالب من هون بيطيروا مع بعض، حلي 100% صح. بعدين يو تساوي 40 على الزمن مع 128، كان السنوات الأونلاين. السؤال الثاني، كل شيء سهل، كل السنوات الأونلاين واحدة. بروجكتايل إز لانش وذ انيشال سبيد 200 متر لكل سكند آت أنجل 60 وذ ريسبكت هوريزونت. يعني لو عندي أنا محور X هيك، عندي محور X هيك ومحور Y هيك، هو بيعطيني السرعة، سرعة 200، سرعة 200 تساوي 60 من الأرض. هاي بالرسم واضح، يعني احكي لي وجد قيمة R، وجد قيمة R يعني بده قيمة الوتر. سهلة، حكينا المقذوفات بشابتر 12 ما من ميل المحاور، بشابتر 11 ما من ميل المحاور، فهي محور X واي محور واي، يلا 200 كوساين 60، 200 ساين 60، تمام. الدلتا اكس كم؟ يعني المسافة من هون لهون، مسافة من هون لهون، هاي المسافة كم؟ بكل بساطة ار كوساين 20. ايوه، ما هو هذا المثلث، هذا ار كوساين 20 والارتفاع R sin 20. طيب شو عندي المعطيات؟ أنا ما عندي غير الست والسرعة ولا دلتا إكس. V not في تي، not 200 sin 20 إيش في تي؟ معادلة الود دلتا إكس كم؟ R cosin 20 R sin 60. طيب يلا المعادلة الأولى، المعادلة الثانية ساين العشرين تساوي نوت زيرو، مش زيرو، واي دلتا واي، واي انيشن واي الاوريجن ناقص نص تي 9.81 تي تربيع. والله عندي معادلة ار، معادلتين مجهولين، كي تي بتساوي ار او المعادلة بيطلع معك الزمن، بيطلع معك ار. ممكن بالاونلاين يطلب الزمن ما يطلبش ار، غير لك السرعة عشان نماذج، يعني هاي الحل، هاي 60 أموري تمام. بس دقيقة، أنا قرأت في القانون ولا لا؟ مش زيرو، في عندي زائد 62 مشكلة، يعني المهم الفكرة ما هي واصلة، أنا محلل صح. هاي x دلتا x r كوساين 20 100 تي اف، 100 اللي هي 200 كوساين 60 زي ما قلت، والواي نفس الاشي
عوضهم ببعض، معي تي بدلالة ار حل، معي ار لو بده الزمن عوض رقم بار معي معي تمام. كمان سنوات اونلاين السؤال، السؤال مش واضح كثير، مش مشكلة اعطي فكرته، فكرته كتلي كيف عندي مقذوف بدي افرض الاورجن هون، مش جاي افرض الاورجن هون ليش؟ انه يعني بدي اجيب انا مثلا المسافه هاي ميلان كذا، فبحاول دائما بالحالات هاي بفرض الاورجن هون. السؤال اللي كان سؤال الطياره اللي كان زي هيك، كانت الطياره زي هيك، فانا وين رحت فرضت الاورجن؟ فرضته هون، فرضت الاورجن اكس واي هيك ليش؟ عشان اعرف احلل الزاويه المائله هاي، الزاويه المائله اعرف اتعامل معها، هيك بفرض الاورجن هون اي اكس واي تمام. اعطيني بكل بساطه عندي، خليني انا اوضح الرسمه، عندي هاي السرعه زي هيك، اعطيني اياها مثلث زي هيك داره 3 4 5 وبسرعه 20 تمام. اعطيني هاي المسافه 20، هاي المسافه هذا الضلع 1 وهذا الضلع 2 اللي هو ضلع القطر، هاي المسافه 80، المسافه 80 بده يوجد السبيد لما تخبط الارض، يعني بده السرعه هون، بده السرعه شو بعمل ببساطه؟ سهله بحلل اكس شو بدها تساوي؟ اكس انا بدي اياها المسافه من هون لهون، انا بدي اياها اكس اللي هي بدها تساوي 20 زائد قيمه لو سمينا هذا ار مثلا، مش بحاجته ار ايش؟ اي فاين الزاويه هاي، لو هاي 1 وهاي 2 فهذا جذر 4 جذر 5 قصدي جذر 5، 1 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجذر جذر 5، في ار في ايش؟ كوساين اللي هي 2 على جذر 5. ما ضل حكي بجوز الكتاب حل بطريقه ثانيه، مش مشكله. الاكس هي هاي دلتا اكس وضعها 20 زائد ار على جذر 5 تساوي في نوت في تي، كم في نوت؟ 20 كوساين الزاويه، كوساين الزاويه هاي ثيتا تدور على الوتر 3 5 20 3 5 ايش في تي زائد نص اي تي تربيع والاي زيرو، المعادله الاولى تي دلت ايش؟ ار اللي هو الوتر. المعادله الثانيه دلت واي، دلت واي واي فاينل وين؟ هون لما خبطت الارض، واي انيشال كم؟ 80، فواي فاينل كم؟ ار ساين الثيتا، يعني ار في 1 على جذر 5، ار في 1 على جذر 5 شو بدها تساوي؟ في في نوت بتساوي واي انيشال، واي انيشال كم؟ 80 زائد في نوت في تي، كم في نوت؟ 20 في ساين الزاوية، كم ساين الزاوية؟ 4 5 في تي ناقص نص في هاي الجاذبة 20 فيت لكل سكند، يعني 32.2 نص جي تي تربيع. فعندي معادلتين تي بدلالة ار، بطلع قيمة تي اللي هو الزمن، بطلع قيمة ار، طلعت معي قيمة ار، طلعت معي قيمة R شو بعمل؟ طلعت معي قيمة R بجيب الدلتا إكس كاملة، بجيب الدلتا إكس اللي أنا بحتاجها. طيب شو استفدت منهم؟ أنا بدي السرعة هون، أنا بدي السرعة هون لما خبطت الأرض. طب أنا كيف بدي السرعة لما خبطت الأرض؟ عادي خلص بطبق V final مثلا بسوي V initial ناقص G في T. الزمن هذا إيش؟ الزمن اللي أنا طلعته من الدلتا إكس، عشان طلعت معادلتين ومجهولين، مش انا طلعت هذا الاشي، مش طلعت هذا الزمن من دلاله الار، راح تحكي لي شو بعمل؟ بطبق دلتا اكس سو في في دلتا اكس في فاينل مثلا سو في انيشال ناقص جي في تي مثلا، في فاينل ايش على الواي؟ انيشال على الواي معي، تحكي معي بطلع طلع الفي فاينل على الواي، والفي فاينل على اكس كم؟ نفسه في انيشال على اكس، ما بسرعه ثابت، وبطبق القانون هي هو. اخر شيء هون طبعا ساكن شغله السلوب وما سلوب، ووصل اخر شيء ان السرعه النهائيه هي، شايف هو شو طبق؟ في فاينل تساوي في انيشال ناقص، يعني طبق المعادله نفسها، طبق المعادله نفسها. فطلع اخر شيء الجذر التربيعي للفي اكس تربيع ثابته اللي هي في كوساين الزاويه، وهاي الفي واي، الفي واي زي ما انا علمتك تحسبها قبل شوي، زي ما علمتك تحسبها قبل شوي. ايوه شايف وشو طبق؟
في فاينل بسبب في انيشال ناقص جي في تي. هيا زي ما قلت انا بالضبط، هاي في انيشال، هاي في انيشال على اكس. يعني انا بالنهايه بطلع في انيشال على اكس فاينل هي نفسها في انيشال على اكس انيشال بدون الشحطه هاي، في اكس فاينل تساوي في في نوت انيشال بتساوي 20، والاكس كم قلنا 3. هاي في اكس، طب كم في اف واي زي الطبقه اللي طبقته، بعدين في النهائي اللي بده اياها جذر في اكس تربيع زائد في فاينل تربيع اللي راح اطلعها. بس يعني هذا السؤال ممكن طويل شوي بالاونلاين كان بس عادي، هو السؤال نفس الفكره. يعني شو هذا السؤال؟ يعني اسئله المقطوفات كلها واحده، بطبق المعادلتين وخلص. ديترمان ذا هورزونتال فيلوسيتي في اي، بده في اي هورزونتال فيلوسيتي يعني في واي فاينل زيرو. طيب وبدو الديستانس الصغيرة هاي اللي سماها اكس مثلا او اي، شو بعمل؟ هذه تلتا اكس بدها تساوي المسافة هاي زائد اكس اللي بدي اياها في نوت في تي. كم في نوت؟ في نوت اللي بدي اياها في اي في تي. معطيني زمن؟ لا، معادلة رقم واحد فيها مجهولين، الصغيرة هاي والتي. المعادلة الثانية تلتا واي، تلتا واي بتساوي دلتا واي كم من نقطة، كم من الارتفاع هون؟ إذا هاي الفرق المرجع هاي الواي إنيشال زيرو والفاين واي فاينل سالب 7.5، يعني سالب 7.5 تساوي زيرو زائد في نوت في تي. كم في نوت في تي؟ زيرو ناقص نص جي تي تربيع. طلعت قيمة الزمن، بطلع قيمة سواء كم من المجهيل عندي، بظل عندي الفي اي والدلتا اكس. طب كيف تجيبهم؟ كيف تجيبهم؟ ليش دلتا اكس مجهولة؟ ليش الفي اي مجهولة؟ هو بده اياها. فأنا عندي هون ثلاث مجاهيل فعليا، تي وفي اي ودلتا اكس. من معادلة الواي جبت التي، بظل الفي اي ودلتا اكس، كيف تجيبهم؟ بكل بساطة بطبق المعادلة بين هاي وهاي، بس بطبق المعادلة بين هاي وهاي. شو بجيب من هاي المعادلة؟ دلتا واي، الزمن بجيبه من هون. دلتا واي شو بدها تساوي؟ الواي انيشال زيرو والواي فاينل اللي هي المسافة بيناتهم سالب 7.5 ناقص 3. شو بدها تساوي؟ في انيشال بدي اياها زيرو ناقص نص جي تي تربيع. طلعت الزمن من هون، طلعت الزمن من هون هون. شو بعمل بعدين؟ جبت الزمن من هون لهون، بطبق دلتا اكس اللي هي هاي المسافه 21 تساوي في انيشال اللي بدي اياها الزمن اللي انا طلعته. الزمن اللي انا طلعته طلعت في اي مشان اوجد المسافه الصغيره. القانون اللي حكيته أول إشي بطلع المسافة الصغيرة، فهون أيوه زي ما عملت أنا دلتا واي اللي 3 ناقص 7.5 زي ما قلت لك أنا سالب 7.5 ناقص 3 يعني 3 ناقص 7.5. إذا بقينا ننساها سالب 32.2 لأنه بالفيت ترى الجودة مش واضحة، بس المهم الفكرة هات الزمن. هذا الزمن بجيب من خلاله سرعة، الفرع اللي بعده بقدر أجيب مسافة نفس ما أنا حكيت. طيب مسألة المقذوفات انتهت. عندنا سؤال هون يقول لي هذا أجل الفصل الماضي، هذا أجل الفصل الماضي. يقول لي a projectile is fired with velocity u at the entrance of a resonant panel length l and height a. توجد قيمة u قيمة theta بحيث أن نوصل للنقطة b ثم يخبطون. الاتش معطيني اياها في ال امتحان كان معطيني قيمه ال، معطيني قيمه اتش. رحت النماذج طالب، رحت النماذج طالب ثيتا، اطبق القانون هذا مباشره. طيب هذا القانون من وين؟ ثلاث حركه الرسمه تمثل اشتقاق معادلات الحركه الرئيسيه. ايش اشتقاق معادلات الحركه الرئيسيه؟ لو ارجع هي عادي، يعني لما احكي مثلا اجيب المسافه ال، كنت احكي انا مثلا دلتا واي تساوي انيشال في تي ناقص نص جي تي تربيع، صح ولا لا؟ كده صح. دلتا واي كم؟ ما فيش ازاحه بين الاي والبي، يعني زيرو ازاحه على الواي، ما في، ما مع نفس المستوى. في زيرو تساوي في انيشال في يو حسب اللي هون مسمى في ساين ثيتا في نص تي في تربيع. هاي المعادله اوجد الزمن اللي بوصلني من A ل B من خلال U sin theta دلالتهم. بعدين بحكي دلتا X اللي هي L بتساوي V initial اللي هي U cosine theta T.
فايش كان يصير هون؟ كان يصير انه اجيب الزمن دلاله يعني الزمن اللي هون اعوضه مثلا هون ويطلع معي معادله 2 كوساين ثيتا كذا على جي. شو يطلع اخر شيء معي؟ دلاله اقتران. شو الاقتران كان يطلع معي؟ كلنا بنتذكره يو تربيع في ساين 2 ثيتا على جي. لو كنا بدنا اقصى ارتفاع كنا بدنا اقصى ارتفاع شو كنا نحكي؟ شو كنا نحكي لو بدي ال h؟ بحكي دلتا واي بتساوي v initial في t ناقص نص g t تربيع. دلتا واي اللي هي h وال v نوت من جبتها من هون الفرع اللي قبل مثلا او كانت موطأ او بده اياها u sin theta t ناقص نص g t تربيع. طيب شوف عندي معادلة كمان بقدر اجيب من خلالها اقصى ارتفاع h. بحكي مثلا v final تربيع تساوي v initial تربيع ناقص 2 g دلتا واي. هاي زيرو لأنه أقصى ارتفاع. V initial معي U sin theta. U sin theta كل تربيع ناقص 2 G دلتا Y اللي هي H. ف H بتساوي U تربيع في sin تربيع على 2 G. U تربيع هيا U تربيع sin تربيع على 2 G. فهاي القوانين هو قايلك from sample problem كذا. أنا ما ليش في sample problem كذا. أنا إيش تقبلت لك إياهم أنه أنا ما فيش داعي تقل لك إياهم. فشو اللي صار؟ طبق قانون ال H طبق قانون ال L. يعني أنا فعليا لما كانت H معي ما يعطيني سؤال L طبق المعادلتين صح؟ بكتب هاي المعادلة بعد الاشتقاق وبكتب هاي المعادلة بعد الاشتقاق أو بدون تصفيض خليهم زي ما هم. بيطلع معك معادلتين بدلالة U والثيتا. شو بتعمل؟ قسمهم مع بعض. يعني U تربيع U تربيع قسمهم مع بعض ظل عندي إيش؟ ظل عندي المعادلة هاي. ها ظل عندي هاي المعادلة هاي بتطلع معك آخر شيء ثيتا هي 4 H على L. هي بدون هاي بتطلع معك ال H على L بشكل عام ربع تان ثيتا. طب كيف أجت تان ثيتا؟ ما هي ساين ثيتا ساين تربيع ثيتا وهاي ساين 2 ثيتا فصلها. فعشان هيك أصلا هاي قبل ما تنفصل كانت العلاقة اللي أنا أعطيتك إياها L بتساوي U كوساين ثيتا تي وتي كان جبتها من معادلة الواي جبتها من معادلة الدلتا واي. فأنا أصلاً لو قلتها كوساين بحتاجش إني أفصل هاي الفصلة. فالثيتا كانت تان إنفرس الأربعة أتش على أل اللي هي هيها. كيف أجت؟ عادي بس صار عندي معادلتين مجهولين بقسمهم نساك من هاي الأل تساوي كذا بقسم أل على أتش أتش على أل. طيب كيف بدي أجيب كيف بدي أجيب السرعة؟ ما خلص من إذا طلعت الثيتا بطلع قيمة ال بطلعت الثيتا ومعي ال ال بضل اليو بعوض على الي حاسبه. بس هون طلع لك اياها بصيغه عامه انت بغنى عنها بتكاش هاي خذ هاي. فبالامتحان ممكن يجينا الفصل هذا يعطيك اليو مثلا يطلب منك اتش فمن خلال من تجيب الثيتا اول شيء وهكذا. فننتبه ايش ممكن تكون المعطيات. يعني مش شرط يو لحاله يعطيني ثلاث معطيات وظل الاخير او يعطيني معطيين وظل معطيين. مش يعني ممكن يعطيك اليو ويعطيك الثيتا ويطلب قال له اتش عادي عادي ولا في اسهل منها ولا في اسهل منها. يعني هذا السؤال ممكن يتكرر هيك تقريبا. هيك انا هنا اسئله المقذوفات بيظل علينا الاسئله اللي زي هيك شابتر 11 بعمل هذا فيديو وهذا فيديو وان شاء الله بيظل فيديوهات شابتر 12 هذول ماده سكن طبعا 13 14 لهم فيديوهات لحال. ويعطيكم الف عافيه.